النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان في بيروت، أهلا بكم. مساء الخير. هل هي لعبة أعصاب أم سياسة تهويل أم هي حرب إعلامية؟ وماذا عن الحرب العسكرية؟ وماذا عن تقاسم النفوذ؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بفعل تراقص المنطقة على أنغام البيانات الأمريكية والروسية المتبادلة. فالرئيس الأمريكي يقول حينا إن الحرب وشيكة وبالصواريخ، فيما الرئيس الروسي يجيب إن جيوشه جاهزة. حقيقة الأمر كما يراها خبراء عسكريون أن الاستنفار حاصل، بينما يشير خبراء سياسيون إلى معركة خليج الخنازير في كوبا، والتي انتهت إلى خوف كبير ولد هدنة طويلة. ويقول دبلوماسيون إن ما يجري في سوريا اليوم قد يفضي إلى ضربة محدودة تليها تفاهمات أمريكية بريطانية فرنسية مع روسيا حول المنطقة كلها. ووسط كل ذلك تأثر لبنان بإلغاء كل من الطيران المدني الكويتي والعراقي رحلاته إلى بيروت، التي عدلت شركة الميدل إيست مواعيد رحلاتها الجوية. لبنانيا أيضا، مفردات حول النائب النفس شهدت تغيرا نحو تحييد البلد عن المخاطر. ورغم الأجواء المكفهرة، التحركات الانتخابية متواصلة، وقد برز مهرجان الوفاء في بيروت ومواقف أطلقها الرئيس سعد الحريري الذي يجول في أقصى الجنوب غدا. نبدأ من تراقص المنطقة على أنغام البيانات الأمريكية الروسية التصعيدية وآخر مواقف ترامب، إعلانه أنه سيعقد اجتماعا بشأن سوريا اليوم وسيعلن قرارات بشأن الأزمة قريبا. الغرب يتريث ويضبط إيقاع تهديداته، فها هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوضح أنه لم يقل من قبل متى ستكون الضربة ضد سوريا، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون قريبا أو قد لا يكون قريبا على الإطلاق، داعيا إلى شكر بلاده لتطهيرها المنطقة من تنظيم داعش. فرنسا من جهتها أعلنت أن لديها دليلا على أن الحكومة السورية نفذت هجوما بأسلحة كيماوية الأسبوع الماضي، مؤكدة على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون في حديث لقناة TF1 أنها ستتخذ القرار بشأن الرد على ذلك لتوجيه ضربة فور الانتهاء من جمع كل المعلومات الضرورية. في رقنا كانت تعمل على هذا الأمر طوال الأسبوع، وسيكون علينا اتخاذ قرارات عندما يحين الوقت الملائم، لذلك عندما نخلص إلى أنه القرار الأكثر نفعا وفعالية. فرنسا تريد القضاء على قدرات التسلح الكيماوي للنظام السوري، لن نسمح بأي تصعيد من شأنه الإضرار بالاستقرار في المنطقة، لكن لا يمكننا ترك أنظمة تعتقد أن بإمكانها فعل أي شيء تريده. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم بالغاز السام، مطالبا النظام السوري وداعميه بالسماح بوصول المساعدات الطبية والدولية والمراقبين الدوليين بشكل كامل ودون عوائق. هذا وكان الغرب قد حاول حشد صفوفه تمهيدا لشن الضربة، إذ استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كبار وزرائها من عطلة عيد القيامة لحضور اجتماع حكومي خاص لمناقشة الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في عمل عسكري محتمل ضد سوريا، ردا على ما وصفته بالهجوم الوحشي الذي لا يمكن أن يمر دون رد. صحيفة ديلي تيليغراف ذكرت أن ماي أمرت غواصات بريطانية بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سوريا. ردود الفعل لم تقف عند حدود هذه الدول، فقد أكدت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير دعم الشعب السوري ودعت إلى الحفاظ على وحدة سوريا طبقا لجنيف واحد. في المقابل رأت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن الوضع في سوريا محفوف بالمخاطر وبمزيد من التصعيد، مشيرة إلى أن التهديدات الأمريكية الفرنسية بضرب سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. وإذا اعتبرت أن الضربة الجوية الإسرائيلية فاقمت زعزعة الاستقرار في سوريا، دعت الخارجية الروسية العالم إلى التفكير بجدية في عواقب التهديدات ضد سوريا. إيران بدورها شددت على لسان كبير مستشاري خامنئي علي أكبر ولاية خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد أنها ستقف بجانب دمشق ضد العدوان الأجنبي، معتبرة أن تهديدات بعض الدول الغربية بمهاجمة سوريا تستند إلى أكاذيب اختلقتها بعد تحرير الغوطة.
الأسد من جهته رأى أن أي هجوم من قبل القوى الغربية سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. في موازاة موجة الأخذ والرد، قالت وكالة الإعلام الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية، ونقلت عن الوزارة قولها إنهم من سيضمنون القانون والنظام بالمدينة. مجلس الوزراء تطرق خلال جلسته في القصر الجمهوري إلى التطورات الإقليمية، والرئيس عون أعلن أن لبنان سيرفع شكوى لمجلس الأمن ضد الاعتداء على السيادة اللبنانية، قائلا ندين أي اعتداء إسرائيلي على أي دولة عربية. الجلسة شهدت سجالا بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل حول معمل دير عمار وكلفة إنشائه قبل أن يفض بتدخل الحريري، ويتم الاتفاق على استكمال درسه الأسبوع المقبل. إجماع على إدانة استباحة إسرائيل للأجواء اللبنانية تظاهر في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، جلسة استهلها رئيس الجمهورية بالتحدث عن الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أيضا أن أي اعتداء إسرائيلي على أي دولة عربية هو موضع إدانة ورفض من قبل لبنان بشكل مطلق. وعشية 13 من نيسان طلب رئيس الجمهورية من وزير العدل تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة قضية المفقودين، وأشار إلى أن إسرائيل جددت اعتداءاتها على سيادتنا الوطنية من خلال انتهاك الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، وأضاف فخامته إننا لا نقبل أن تستبيح إسرائيل أجواءنا، وندين هذا الاعتداء بشدة ونستنكره، وسيرفع لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في شأنه. أما رئيس الحريري الذي تحدث عن مؤتمر سادر فأكد أن نجاحه هو للجميع، وطلب من كل فريق سياسي ممثل في الحكومة أن يقدم اقتراحات بالإصلاحات التي يراها ضرورية لتحقيق الأهداف. وأكد أن اللجنة التي تضم ممثلين عن الدول المانحة ستتولى متابعة تنفيذ المشاريع التي ستمولها للتأكد من أنها تنفذ بشفافية كما وعد لبنان، وذلك وفقاً للأصول والأعراف الدولية، ولا شيء في عملها يمس السيادة اللبنانية. وكما كان متوقعا فإن البند 27 من جدول الأعمال المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه للإجراءات التي يجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء استحوذ على نقاش بين الوزراء لترفع الجلسة ويؤجل البحث فيه إلى جلسة أخرى ولارتباط الرئيس الحريري بموعد مسبق. وفي التفاصيل أنه لدى عرض وزير الطاقة سيزار أبي خليل لتقريره حول الكهرباء الذي يتضمن سلسلة من الإجراءات، وعند التطرق إلى مشروع دير عمار حصل النقاش بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة حول العقد وإن كان اتفاقا من ضمن هذا العقد أم لا. فاحتدم النقاش وتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتم رفع الجلسة، وكان الوزير حمادي قد قدم طرح التقدم الاشتراكي حول ملف الكهرباء ورؤيته للحل ليضم إلى التقرير المقدم من وزير الطاقة. وتخلل الجلسة تعيين رياض فؤاد الشيخة رئيسا لمجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية، وتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري، وتعيين القاضي هشام القنطار للإشراف على إنجاز أعمال الضم والفرز في مناطق القاع والهرمل ويونين. وتزامنا مع انعقاد الجلسة نفذت سلسلة اعتصامات على طريق القصر الجمهوري، اضطرت الأجهزة الأمنية لقطع الطرق لبعض الوقت تأمينا للإجراءات المواكبة لجلسة مجلس الوزراء. أساتذة الجامعة اللبنانية طالبوا بإعطائهم حقوقهم جراء سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدين المضي بقرار الإضراب. ولفت المتحدث باسم المعتصمين إلى أن التواصل مستمر مع وزير التربية الذي وعد بطرح الموضوع في مجلس الوزراء.
كذلك نفذ مياومو الكهرباء وعمال الإقراء اعتصاما مماثلا مطالبين بتثبيتهم. وفي كلمة للناطق باسمهم لبنان مخول، شدد على التحرك السلمي للمعتصمين مجددا المناشدة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بإنصافهم. وقد شارك في الاعتصام رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر، الذي تمنى على الحكومة إيجاد حل إنساني للمياومين يضمن حقوقهم. رئيس الجمهورية اطلع على هموم أبناء الطائفة العلوية وحقوقها من القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور، الذي نوه بالمثل التي يحملها الرئيس عون والحكمة في إدارة البلاد وإدارة الملفات بمسؤولية وطنية عالية والمواقف المشرفة التي تثبت وحدة اللبنانيين وسيادة لبنان واستيعاب الأزمات وتحويلها إلى إنجازات ورعايته الأبوية لكل اللبنانيين. الرئيس عون أبرق إلى الرئيس الجزائري معزيا بضحايا حادث تحطم الطائرة. الرئيس نبيه بري دعا إلى تحويل يوم الانتخابات إلى استفتاء شعبي والاقتراع للعيش الواحد، مشيدا بالنموذج الفريد الذي يقدمه الجنوبيون في العيش الواحد بين جميع الطوائف. رئيس مجلس النواب نبيه بري يواصل لقاءاته في دارته في المصيلح، ويتوجه لإلقاء كلمة متلفزة تبث مباشرة على الهواء يتوجه بها إلى المغتربين اللبنانيين يوم الأحد المقبل. الرئيس بري وخلال لقائه رؤساء المجالس البلدية والاختيارية لقرى قضاء الزهراني دعا إلى تحويل يوم الانتخابات إلى استفتاء شعبي، وقال لا نريد في السادس من أيار تصويتا عاديا، والمطلوب هو استفتاء شعبي من كل أهلنا على العيش الواحد والاقتراع للنموذج الفريد الذي يقدمه الجنوبيون وضمن أهالي الزهراني في العيش المشترك بين مختلف الطوائف. وأضاف: نحن معنيون بأن نقدمه للعالم وللمنطقة التي يريد أعداؤها أن يتوزع أبناؤها على محاور الاحتراب والاقتتال الطائفي والمذهبي. وتوجه بالقول إلى الحاضرين: المطلوب منكم في دائرة الجنوب الثانية دائرة الزهراني سور أن يكون انتخابكم استفتاء على هذه العناوين. وكان الرئيس بري قد تابع شؤونا انتخابية والتقى لهذه الغاية وفودا من بلدات العباسية والإليلي ووفدا من طلاب ثانوية تبنين. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خاطب أبناء العاصمة خلال احتفال منذ بعض الوقت، احتفال أهل الوفاء في بيروت نظمه تيار المستقبل في واجهة بيروت البحرية، فقال لهم: البيارتة عندما تكون هناك قضية ينزلون إلى الشارع، وعلينا رفع نسبة الاقتراع حتى تصل إلى 70%، ونقول من هو المارد الأزرق في العاصمة. الاحتفال كان بدأ بكلمة للفنان زياد عيتاني الذي قال: إن بيروت هي بيروت شارة نصر المقاومين. مصيرية لبيروت، هيدي الانتخابات بتحدد هوية بيروت، وانتو شايفين اللوائح اللي نازلة وطالعة ضدنا، وانتو شايفين كيف بكل لبنان المشكلة الأساسية هو تيار المستقبل. من 13 سنة بعد ما اغتالوا رفيق الحريري وبعدهم عم يحاولوا يغتالوا تيار المستقبل، بس انتو ما حتخلوهم لأنه رفيق الحريري وسعد الحريري موجود فيكم. تسع لوائح ببيروت، نحن وحدة وثمانية ضدنا، وانتو أهل بيروت شو بيقولوا؟ انه أهل بيروت عادة ما بينزلوا ينتخبوا، ومثل ما قال حبيبنا زياد انه مفكرين انه البيارتي ما بينزلوا على الانتخابات. انا اللي بدي اقوله هو التالي: البيارتي بس لما يكون في قضيه لا بينزلوا. بعد ما استشهد رفيق الحريري نزلوا البيارتي، بس لما اجتاحت اسرائيل بيروت نزلوا البيارتي. هول هن البيارتي، واليوم في قضية هي قضية بيروت وهوية بيروت، ونحن حنثبت انه كيف البيارتي بينزلوا على الانتخابات. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رد على رئيس مجلس النواب نبيه بري حول احتمال الضربة العسكرية على سوريا مغردا على تويتر، وقال: صديقي الرئيس بري، ان النائب النفس يعني النائب النفس، ونقطة على السطر.
نقابة المحررين دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس تحرير جريدة الديار الزميل شارل أيوب، وأكدت أنها لا تؤيد إطلاقا توقيف أي زميل احتياطا على ذمة التحقيق أو بالحكم عليه بالسجن، لأن ذلك يناقض المرسوم الاشتراعي رقم 104، وقالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستكون لها خطوات. يذكر أنه تم توقيف شارل أيوب بناء على شكوى مقدمة من المرشح سركيس سركيس على خلفية شيك من دون رصيد. البطريرك الراعي سأل في نداء وجهه للعالم اليوم في ضوء ما تشهده المنطقة من مخاطر، هل تحملت الدول التي تقرع طبول الحرب جزءا ولو بسيطا من تبعات النزوح السوري، مناشدا المجتمع الدولي إحلال السلام في سوريا. وفي الصرح اليوم النائبان كنعان وحرب. وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نداء للعالم في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات، وسأل هل تحملت الدول التي تقرع طبول الحرب جزءا ولو بسيطا من تبعات النزوح السوري، ونشد الراعي المجتمع الدولي إحلال السلام في سوريا. ولقد استضاف منهم لبنان ما يفوق 1,700,000 نازح، أي نحو نصف سكانه، في وقت أقفلت فيه معظم الدول الأوروبية وسواها أبوابها بوجههم. هل تدرك أنها فيما تعقد مشكورة مؤتمرات لدعم الاستقرار في لبنان والتخفيف عن كاهله أعباء حروب المنطقة وتداعياتها، تعود وتقرع طبول الحرب وتهدم ما تبنيه؟ إننا نناشد ضمائر الدول العظمى والأسرة الدولية العمل على إنهاء الحرب وإحلال سلام عادل وشامل ودائم بالطرق السياسية والدبلوماسية لا العسكرية. جولة أفق على عدد من المواضيع سيما منها الموازنة والمادة 49 عرضها البطريرك الراعي مع النائب إبراهيم كنعان، الذي شدد على أن السوري يمكنه التملك مع المادة 49 أو بدونها، مؤكدا أن الحل هو بعدم البيع أو بتعديل قانون تملك الأجانب، كما أوضح أن الإقامة لا تكسب حاملها الجنسية. هذه الإقامة ما بتعطي حق ملكية، هاي المادة اعتبروها التغيد منا موجودة. هل 1,500,000 نازح سوري بيقدروا يتملكوا اليوم بلبنان بمعزل عن هالمادة؟ ايه، الحل الوحيد تما نضحك على بعضنا ونزايد على بعضنا ونطلع نعمل خطابات رنانة، نروح على مجلس النواب نقر قانون تملك الأجانب ونحط الاستثناءات والسقوف والشروط يلي نحن بنعتبرها بهذه المرحلة ضرورية للحفاظ على لبنان وعلى كيان لبنان. هذا بقول له أنا سيادي، أمر سيادي. إيه؟ وفي بكركي النائب بطرس حرب الذي عرض للتطورات على الساحتين الداخلية والإقليمية. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أكد دعم العهد والحكومة مشددا على الوقوف مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات. وفي رسالة وجهها لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج أشاد المفتي دريان بالجهود الحكومية الاقتصادية وبحصيلة المؤتمرات الداعمة للبنان. فالكل هم أبناء هذه الدار التي هي على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فالانتخابات فرصة لنقدم للوطن أحسن ما لدينا من أبنائنا ليقودوا سفينة البلاد والعباد إلى ما هو أفضل. فالانتخابات تمر ويبقى الوطن، وتبقى وحدة المتنافسين وتلاقيهم هي الأساس للنهوض بالدولة ومؤسساتها. ولدينا مشكلات كثيرة اقتصادية واجتماعية، فالكل مدعو إلى العمل إن كان داخل السلطة أو خارجها. النائب سامي الجميل يقول إنه لولا اعتراضنا لما تعدلت المادة 50 من الموازنة، داعيا لعدم التهرب من المسؤولية والكف عن اللفلفة والكذب على الناس. في 100 طريقة كرمال تا يقدروا يستفيدوا منها هيدي المادة اللاجئين السوريين، ومقابل هيدا الشيء
ياخدوا إقامة دائمة بلبنان، وهذا بيعاكس كل الوعود وكل الحكي يلي كل الناس بتحكيها ومن ضمنها نحن، يلي هي أنه نحن هدفنا أنه اللاجئين السوريين يرجعوا عبلادهم، مش ياخدوا إقامة دائمة بلبنان، لأنه لبنان بلد مكتظ، لبنان عنده مشكلة بطالة، لبنان ما عم بيقدر يلبي طموحات شبابه، أكيد مش قادر يستوعب هذا الكم من اللاجئين يكون عندهم إقامة دائمة وشرعية بلبنان على مدى كتير طويل. لهذا السبب اعترضنا على هذا الموضوع. نشاطات انتخابية في هذا التقرير. جدد الرئيس تمام سلام دعوته إلى الناخبين البياريتا للاقتراع بكثافة في 6 أيار قائلا إن نتائج الانتخابات المقبلة لا تنحصر بالبعد المحلي، وإنما تتعلق بدور لبنان وموقفه في المنطقة. وأكد الرئيس سلام على متانة التحالف بينه وبين الرئيس سعد الحريري. تتابع النائبة بهية الحريري جولاتها في صيدا، وزارت منطقة الفيلات وعقدت لقاءات شعبية في بعض أحيائها بمشاركة عدد من المرشحين والفعاليات. وفي إطار لقاءاتها مع القطاعات التربوية عقدت الحريري لقاء مع القطاع التربوي في المدينة. دعا النائب نديم الجميل أمام حشد من أبناء الأشرفية ورميل والصيفي والمدور في الجميزي للتمييز بين الصح والخطأ، مؤكدا أن الكتائب وقفت الوقفة الصحيحة في كل الأمور التي واجهها البلد في الآونة الأخيرة. وأضاف: أنا لا أتحمل لوحدي مسؤولية كل ما يحصل في البلاد، ولكن أتحمل مسؤولية 100% عما يجري في الأشرفية وكما حصل عند سقوط بناية فسوح، إضافة إلى إنشاء أشرفية 2020 والمشروع الجديد لساحة سيسين. عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم قال في لقاء مع الإعلاميين في الكورة إن كتلة القوات ستبقى إلى جانب أبناء الكورة، داعيا إلى الخروج من المحاصصة ووطن المزرعة. في البقاع الأوسط أطلقت لائحة كلنا وطني والمدعومة من المجتمع المدني، وشدد مشروع اللائحة على ضرورة مكافحة الفساد المستشري، إضافة إلى ضرورة مكافحة الإرهاب ونبذ الطائفية. جال رئيس لائحة المصالحة تيمور جنبلاط على خلوات ومقامات ومجالس دينية درزية في الشوف، يرافقه النواب نعمي طعمي إليعون، علاء تر والوزير السابق ناجي البستاني والدكتور بلال عبد الله، إضافة إلى وفد من وكالة داخلية الشوف الاشتراكي. واستهل تيمور جنبلاط جولته بزيارة خلوات القطالب في بعزران، حيث كان في استقبال حشد من المشايخ والفعاليات، وقد رحبت الكلمات بجنبلاط وأركان اللائحة، ومن ثم زار الوفد المقامات الدينية. استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأمريكية اللواء دارسي روجرز على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد، وتناول البحث عن العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. وتأتي زيارة اللواء روجرز المقررة سابقا استكمالا للزيارات التي قام بها إلى لبنان للإطلاع على حاجات الجيش وتعزيز قدراته العسكرية. النائب غسان مخيبر ولجنة المخطوفين والمفقودين قدم إلى المجلس أن يبيع عريضة موقعة من 5000 شخص لحل قضية المفقودين. مرة جديدة يمر تاريخ 13 نيسان ثقيلا مؤلما وقاسيا على أهالي فقدوا أحباء لهم في تلك المحطات المشؤومة من تاريخ لبنان، ولا زال مصير المفقودين والمخطوفين مجهولا، والقضية التي نستها أو تناستها السلطة السياسية لا زالت حاضرة في أذهان أمهات أباء زوجات إخوة وأبناء ينتظرون جلاء المصير ولن يبلسم جرحهم سوى المعرفة. من أجل ذلك حضروا إلى المجلس النيابي وقدموا عريضة واقتراح قانون لإنشاء هيئة وطنية لقضية المفقودين. اليوم صار في تسجيل بمجلس نواب لعريضة وطنية وقع أكثر من 5000 مواطن بموضوع أليم جدا، اللي هو حل قضية المفقودين وضحايا الاختفاء القسري في لبنان. العريضة تسجلت باسم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، سيدة ودات حلواني والأخوات اللي عم بيناضلوا من عشرات السنين، سجلوا اليوم بعريضة وطنية أمام مجلس نواب. ربما هذه أول مرة بيصير في تسجيل عريضة وطنية. مفيد تذكر لأنه هذا الفعل نادر، العريضة الوطنية غالبا كانوا يطلعوا النواب يحكوا قبل الجلسات، كل واحد يحكي على ذوقه. هالمرة لا، الكلام بده ينعطى للناس اللي ما كانوا لهم صوت، الناس حتى المش موجودين هل هن المفقودين. هيدا الصوت بده يفرض على مجلس نواب في أول جلسة بيعقدها
أن مجلس النواب يوضع هذا الموضوع على سلم أولوياته، على محضر، مش بس على محضر، على جدول أعماله. زيارتنا اليوم تسجيل الاقتراح قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة كاملة الصلاحيات، ما عندها غير مهمة واحدة هي تكشف عن مصير أهالي المفقودين، بدون مش طالبين لا محاسبة ولا نطالب بتعويض ولا بدنا ننتقم، فقط نحن بدنا نعرف، وهذا حق المعرفة، حق مقدس. نحن بصدد يعني دعوة جميع اللي عم يسمعونا، دعوة جميع وسائل الإعلام إلى مواكبتنا بكرة بذكرى 43 للحرب قدام خيمتنا يلي صار عمرها من 2005 بحديقة جبران، خليل جبران، قدام مبنى الإسكوا. عنا مؤتمر صحافي الساعة 12 بالظهر تنقول محصلة هذه العريضة ونطلق حملة جديدة باسم لائحة المفقودين في كل لبنان. اللجنة دعت المرشحين للانتخابات النيابية إلى وضع قضيتهم في برامجهم الانتخابية، لافتة إلى أنهم سيقترعون في جميع المناطق لمن يتبنى القضية. لليوم الثاني على التوالي، القصر الجمهوري يفتح أبوابه للطلاب في مبادرة إنسانية للتوعية على الصم والمساهمة في شراء سماعة أذن لهم. أنا أصم بحب وبنحب وبحبكن كلكن. أنا أصم بدل ما تقول عني حرام، تعا تعرف علي بتلاقيني مثلك، تعا تعرف علي. ومن القصر الجمهوري الذي واصل استقبال الوفود الطلابية والجمعيات لليوم الثاني على التوالي في إطار مبادرة بيئية إنسانية لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون واللبنانية الأولى سيدة نادية الشامعون، تهدف إلى توعية على الصم وشراء سماعة أذن خاصة لمساعدتهم من خلال ما توفره عملية إعادة التدوير من ردود مالي. وتأتي المبادرة بعنوان لا تحكي الطبيعة ونسمع. شارك في خلالها الطلاب في نشاطات تعرفهم على كيفية فرز وتكبيس وتصنيع النفايات وفنون تدويرها، كما تعلموا النشيد الوطني بالإشارات. حرص رئيس الجمهورية على لقاء الطلاب، وتمنت إحدى الطالبات على رئيس عون إقرار قانونين، يحد الأول من السرقات والارتكابات ويمنع الاعتداء على النساء بالضرب، ويمنح الثاني الأم حق حضانة أطفالها. وحضر الطلاب عرضا مسرحيا غنائيا شاركوا فيه رقصا وغناء، وتوزعوا في نهاية البرنامج على نشاطات من وحي عيد الفصح هدفت إلى تجميع 500 ألف غطاء عبوة تمياه بهدف شراء سماعة لطفل أصم، قبل أن يحضروا عرضا موسيقيا أقيم للمناسبة. أحييكم من جديد. أخبار من العالم في هذا التقرير. تم بيع حجريتين عملاقتين من الديناصورات في مزاد في باريس مقابل أكثر من مليون يورو لكل منهما في دار بينوش وكيكالو. وقد قدم الهيكل العظمي لديناصور ألوسوروس الذي يبلغ طوله 380 سنتيمترا والذي عمره 140 مليون سنة، كما تم بيع حجرية ديبلودوكوس التي يبلغ طولها 12 مترا والتي أعيد بناؤها من علماء الحفريات الإيطاليين في نفس اليوم مقابل 1.18 مليون يورو. قاد دوين جونسون فريق النجوم في فيلم رامبيج الذي هو فيلم وحش خيال علمي يستند إلى لعبة الفيديو الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، ويشارك في الفيلم نومي هاريس، مالين أكرمان، جو مانغونييلو وجيفري دين مورغان. ويتبع في الفيلم هؤلاء عالم بريماتولوجي الذي يتحول إلى مخلوق هائل بعد تجربة شريرة من أجل إيقاف غزو الوحوش. تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها دوين جونسون جزءا من لعبة فيديو أصبحت فيلما في هوليوود، فقد سبق له أن لعب دور البطولة في فيلم دوم عام 2005. وإلى أخبار الرياضة مع داني حرب. فور انتهاء مباراة يوفنتوس وريال مدريد في دوري الأبطال، طلب رئيس نادي السيد العجوز أندريا أنيلي أن يتم استعمال الفيديو المساعد خلال المباراة التي شهدت تأهل النادي الملكي إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية العريقة. فقد حسم كريستيانو رونالدو جولة ربع نهائي بضربة جزاء
في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة 98 عندما ارتكب مهدي بنتايا خطأ على لوكاس فاسكيز، فصعد النادي الإسباني إلى المرحلة التالية بإجمالي 4-3، فهو فاز ذهابا 3-0 لكنه خسر إيابا 1-3. وكان الهدف الذي سجله رونالدو ضربة قاضية في هذه المباراة التي طرد فيها الحارس جان لويجي بوفون لدفعه الحكم مايكل أوليفر. وفي الأخير قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان: فزنا في الجولة وهذا كل ما يهم. برهن الثنائي كريس بول وجيمس هاردن أنهما لاعبان من الطراز الرفيع أمام لوس أنجلوس ليكرز، وفاز روكيتس 105-99. في المقابل أصبح أندري إنغرام حديث الساعة في السلة الأمريكية عندما وقع عقدا مع الليكرز وهو في 32 من عمره، وقد ظهر في هذه المباراة لكن إطلالته لم تكن توحي بأنه أمضى حياته في دور الرديف، فقد كان نجم المباراة وخطف الأضواء من نجمي روكيتس بول وهاردن، فقد سجل 4 ثلاثيات وكان في رصيده 19 نقطة في الأخير. ختاما، جرى مساء اليوم سحب اليانصيب الوطني اللبناني وقد ربحت الجائزة الكبرى 75 مليون ليرة، الورقة التي تحمل الرقم 88987 بعد أن أعيد السحب. مبروك للرابحين. إلى هنا تنتهي نشرتنا النبيل، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. المنطقة يتجدد في تمام الساعة 11:30. إلى اللقاء.